أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي بنحو 105 ملايين دولار لتبلغ 46 مليارا و488 مليون دولار مقابل 46 مليار و383 مليون دولار بنهاية يونيو 2024. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من مجلة أفاق اقتصادية معاصرة بعنوان مستقبل سلاسل الإمداد العالمية، تضمن مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، وتناول مركز المعلومات التحديات العالمية التي تواجه الملاحة البحرية وأثرها على إعادة تشكيل خريطة سلاسل الإمداد ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل العرض العالمية. أعلن وزير المالية أحمد كوجك خلال مؤتمر صحفي نتائج الأداء المالي العام 2023-2024، وأوضح وزير المالية أن الأولوية حالياً هي تحسين الخدمات للمواطنين والعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للاتفاق أو للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين. كما شدد كوجك على ضرورة تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسين مستوى المعيشة. أنفقنا على قطاع التعليم من الموازنة 266 مليار جنيه بمعدل نمو 25% مقارنة بمتوسط معدل الإنفاق معدل نمو الإنفاق 18%، ف 25% أكيد أعلى من 18% المتوسط. أنفقنا على الصحة 182 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 24%. أنفقنا على قطاع الحماية الاجتماعية 502 مليار جنيه بمعدل نمو 20%. الثلاث قطاعات ذات الأولوية كان معدلات نموهم تفوق أي معدلات نمو أخرى موجودة لقطاعات أخرى، وزي ما بقول ده شيء محمود شيء إيجابي، ولو وكل ما يكون عندنا موارد أكبر كل ما هنقدر نتوجه هذا التوجه. احنا السنة اللي فاتت دعم السلع التموينية وصل 133 مليار جنيه مقارنة بالسنة اللي قبلها كان 121 مليار جنيه، بنتكلم على زيادة تقريبا تقترب من 10%، رقم كبير. دعم المواد البترولية وصل 165 مليار جنيه بالإجراءات اللي تمت بزيادة 31%. احنا عملنا موضوع الإقرار الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية للإيصال الإلكتروني للنظام الموحد للأجور والمرتبات، ده بيتطور على فكرة. الأنظمة دي كلها بتتطور أول بأول، بنحاول نقلل العامل البشري على قد ما نقدر بالتطور بتاعه لحد ما يوصل في الآخر ان احنا يمكن ما يبقاش في اتصال مباشر خالص بالمول ونقبل إقراراته بشكل أو بآخر. ده بيساعدنا طبعا في تسهيل العملية الضريبية والرفع من مستواها. ما بدأناه من عدة سنوات، يمكن بدأ من 2018 نحو التحول الرقمي في عدة مشروعات ضخمة، منها الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى الكور تاكسيشن اللي هو ما كانت إجراءات العمل الضريبي. دي ساعدتنا بشكل كبير جدا جدا جدا، ويمكن لولاها طبعا بعد دعم ربنا والقيادة السياسية وقيادة وزارة المالية ما كناش قدرنا يمكن نحقق المستهدفات ومعدلات نمو كمان كبيرة. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بصعود جماعي لمؤشراتها، هذا وحققت مكاسب سوقية بلغت حوالي 32 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي للبورصة 1922 من ألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 28210 نقاط. كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان على صعود بنسبة 3.5% ليصل إلى مستوى 6356 نقطة. وأغلق مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان على ارتفاع بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 9139 نقطة.
إلى أسواق المال الخليجية، حيث انتعشت معظم أسواق الأسهم بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ساهمت في تهدئة الأسواق بعد خسائر في الجلسة السابقة جراء مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة. وتقدم المؤشر السعودي 1.5%، حيث ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 1.5%، وقفز مؤشر دبي 2.3% بعد يوم من تراجعه أكثر من 4%. كما صعد مؤشر أبو ظبي 1.2%، في المقابل تراجع المؤشر القطري 1.1%.